واستنثر وغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ومسح مع الأذنين ثم الرجلين. لم ينوي، نوى هكذا بس، فهذا وضوءه باطل. نعم بعده يعني لابد أن تكون النية من أول وضوء إلى نهاية الوضوء. نعم انقطاع موجب الوضوء واستنجاء، إذا كان هذا الناقض له استنجاء واستجمار. نعم خرج بهذا ما لو وجد ماء نجس أو يأخذ ماء مقصوب ويتوضأ به. لا نعم طيب فتح الله عليك. فروض الوضوء. نعم كم فروض الوضوء؟ أربعة ذكرت في الآية، ونضيف لهذه الأربعة الترتيب كما رتب الله، والموالاة بألا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف، وهذا في الغالب يكون في أيام الصيف. نعم طيب الوجه مع المضمضة والاستنشاق، اليدين مع المرفقين، الرأس مع الأذنين، كعبين والترطيب والموالاة. فتح الله عليك. بعد هذا نعم أخ نواقض الوضوء. نعم الخارج من السبيلين مطلقا، بول وغائط وريح وديدان وحصى وحيض ونفاس، صحيح وغير الخارج الفاحش. قلنا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قال إذا كان هذا الخارج من جنس البول والغائط كان يكون مثلا صنع يعني عملية ويخرج هذا من غير المخرج المعتاد، فهذا ناقض. نعم أكل لحم الجزور خاص، فلو أكل لحم عجل وبقرة انتقض؟ لا دجاج ها؟ ضب لا. نعم بعد هذا الردة محبطة كل الأعمال. النوم والعقل ذهاب العقل بنوم أو سكر أو إغماء أو جنون، لكن قلنا الصحيح في النوم أنه غير ناقض، لكن هو مظنة لخروج الريح، فلو جاء للإنسان شيء من النعاس نقول هل تشعر؟ قال نعم أشعر، فهذا وضوء صحيح، وإذا لم يشعر ولو لحظة انتقض وضوء. مفهوم؟ نعم. صفة الوضوء، أخوانا صفة الوضوء، الله أكبر. نعم يا أخي غسل اليدين النية غسل اليدين، قلت هذا ما توقع قبل اليوم أن ينوي يسمي الله ثم يسمي ثم يغسل كفين، وإذا كان في نوم الليل يغسل كفين ثلاثة قبل إدخالهما في الإناء، ويتمضغ واستنشق ثلاثة في نوم الليل لأن الشيطان يبيت في خيشومه، ثم يغسل من منبت الشعر المعتاد لأنه ممكن يكون لديه صلع، هل يغسل من هنا؟ لا، منبت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة. مفهوم؟ طيب إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، ما استرسل من اللحية يغسل لأنه تحصل المواجهة بما استرسل من اللحية. هل يخلل اللحية؟ قلنا تخليل اللحية على ثلاثة أقسام، تخليل واجب خفيفة أو كثيفة في الاغتسال، ولا تخليل سواء كانت خفيفة أو كثيفة في التيمم، وفي الوضوء في تفصيل. كثيفة يخلل، كثيفة لا تخلل استحبابا، لا تخلل وجوبا تخلل استحبابا كلحيتك، صح؟ نعم. وإذا كانت اللحية خفيفة يعني نرى الخد أسفل من اللحية كلحية الأخ تخلل وجوبا، كيف التخليل؟ يدخل الأصابع
أو يأخذ حفنة من ماء ويدخلها. نعم. طيب. ثم بعد هذا يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع مع المرفقين. هل يشرف العضد؟ لا. اليمنى ثم اليسرى. يحب التيامن. ثم يمسح. والفرق بين المسح والغسل أن الغسل يتقاطر الماء من الأعضاء والمسح لا يتقاطر. يمسح. كيفية المسح؟ من يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى. مفهوم؟ طيب، هذا الذي يمسح هنا أول رأس لا يصح، ويدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهم، ثم يغسل الرجل اليمنى مع التخليل بخنصره ثم اليسرى، ثم يذكر الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أجلس، فتح الله عليك. نعم. صفة فتح الله عليك. التيمم أن ينوي، يسمي، يضرب ضربة واحدة على الأرض، الرمل، الطين، الحصى، الحجارة، ثم بعد ذلك يمسح هكذا. يمسح أين الآن؟ الوجه. يضرب إحدى كفيه في الأخرى أو ينفخ فيهما إن كان فيهما شيء، وإن لم يصنع هذا فلا إشكال. يمسح الوجه بدون تخليل، ثم بباطن كف اليسرى على ظاهر كف اليمنى، وبباطن كف اليمنى على ظاهر كفه اليسرى. نعم. فتح الله عليك. يكفيك هذا. نعم. قلنا الاغتسال، عند الاغتسال مجزي واغتسال كامل. الاغتسال المجزي ينوي البسملة، ثم يسمي، تعميم مع الاستنشاق والمضمضة، يعمم جميع البدن ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق. الاغتسال المستحب وأكمل اغتسال المستحب النية. النية التسمية. طيب، غسل الفرج، الفرجين، ثم الوضوء، ثم إن كان بهما أذى علق شيء في يده يغسل، ثم يتوضأ وضوء كامل حتى يصل إلى رأسه، يرويه بالماء، ثم الشق الأيمن ثم الأيسر ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى. طيب، إزالة النجاسة. إزالة النجاسة. نعم يا أخي. على ثلاثة أقسام: نجاسة ونجاسة، الله يفتح عليك، ونجاسة متوسطة. النجاسة المغلظة نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، نجاسة الخنزير مغلظة مخففة ومتوسطة. أي ذكرناها في المخففة أو في المغلظة؟ متوسطة. أي نعم. يلا أمشي. نجاسة مغلظة في الكلب إذا ولغ في الإناء لابد من غسله كم مرة؟ أولاهن بالتراب. طيب، نعم. بعد هذا، لا، لأن أنا أتذكر شيء عن الكلاب بس. الشيخ الألباني يقول رحمه الله، يقول واحد واثنين وثالثهم كلبهم. نجاسة مخففة، بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام، والمذي نجس ناقض للوضوء. يغسل الذكر والخصلتين حتى ينقطع أثر الخارج، وإذا جعل الثوب فيه النضح، والنضح هو رش بلا عصر، والغسل رش مع عصر. هذا الثاني. الثالث المني، إذا كان رطب مع أنه طاهر، ما عدا المغلظة والمخففة متوسطة. بول الجارية، مغلظة مخففة متوسطة، متوسطة يغسل. لا أتكلم.
يا أخي رش مع عصر، إذا وضعت في غسالة الملابس هذا ما شاء الله. طيب السؤال لك، بول الجمل البعير، الله يفتح عليك، خطأ. نعم يا أخي، أوقف، جزاك الله خير. نعم يا أخي أجبت قبل هذا، لا يؤكل لحمه الجبل، لا يؤكل لحمه، يؤكل مع ويادي قومه. نحن لا نتكلم عن الوضوء، أنا مغلظة مخففة متوسطة. بول الإبل متوسط. نعم يا أخي أجلس يا أولا. لا في يعني لا تدخل في أي، لا مغلظة لا مخففة متوسطة. يشرب. نعم تداوى به. بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، من قال انه نجس يا اخي؟ صح؟ اي نعم. طيب طيب اللهم نكتفي بهذا المقدار. تراجع لنا ما اخذنا، يبقى معنا صفة الصلاة على الميت والتكفين والتغسيل. في الأصل أنه هذا يحتاج إلى درس عمل لإدارة إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يوفقها لما أحب أرضى. إن شاء الله يكون هنا يعني في أوقات يعني الفراغ يكون فيه صفة تغسيل الميت وتكفين لكم إن شاء الله تعالى إن شاء الله. أما بالنسبة لما يتعلق بالصلاة، الصلاة يقف يوضع الميت أمام الإمام جهة القبلة، يقف الإمام عند رأس الرجل وفي وسط المرأة، يكبر التكبيرة الأولى، دعاء استفتاح لا، يستعيذ يبسمل يقرأ الفاتحة، وإن قرأ سورة فمستحب، ثم يكبر التكبيرة الثانية وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، والأولى أن يدعو بما ورد، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين، وإن كبر خمس أو سبع أو تسع تكبيرات، فهذه التكبيرات الزوائد سنة. أما التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لو ترك تكبيرة كأنه ترك ركعة في الصلاة، فالصلاة باطلة. ماذا نصنع؟ يصلي الإمام الآن وكبر أربع تكبيرات وقال السلام عليكم، ماذا تصنع؟ تقول سبحان الله، ما تسلم. إن كبر الرابعة وسلم فالصلاة صحيحة، صلاة الإمام. وإن لم يكبر الرابع ماذا تصنع؟ تكبر أنت الرابعة وتسلم، لأنه ما توافق الإمام على ترك الركن، لو ترك الإمام الركن اترك الإمام، تنبهه رجع الحمد لله، وإن لم يرجع أنت تصنع ما طلب منك. مفهوم؟ نكتفي الحمد لله، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. بعد العشاء لعله إن شاء الله تعالى يعني تكون مناقشة لكل ما أخذنا في الدروس، ثم يبقى معنا أهم ما يكون الأخلاق والآداب، لأنه لابد يظهر أثر العقيدة على سلوك العبد. كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، وذكرنا لكم أدلة كثيرة وكذا، والله في الغالب ما ينقصنا علم، ينقصنا عمل. صحيح؟
أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما يحب أرضه، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.